من بين الشعبين القنابل المحرمة الإبادة كمواطنين وأحزاب متضامنين على أنه قضية الصحراوية هي قضية عادلة وعلى أنه تقرير المصير في يد الصحراء ما هو في يد فرنسا ولا في يد الغرب ولا في يد حد. إذا من يعود الحليف واقف ذي الوقفة معنا؟ إذا تلقائيا نحن عارفين على الحليف موقفه مبدئي، إذا التضامن معاه وشكر الجزيل للدولة الجزائرية وللشعب الجزائري الأحزاب ومنظمات ومواطنين، خاص نعبروا عنه نحن مولي هون من مخيمات العزة والكرامة كيف في المهجر كيف في المدن المحتلة. فرنسا الصحراويين فرنسا تقول لي قاتل كيف قال حياة بيبيها تكتب اللي ما تكتب وتعدل اللي ما تعدل، يعني تكتب ما تشاء وتستخرج ما تشاء وتبعث للرسائل ما تشاء للمليك وتتصل للمغاربة. الصحراويين هما أهل الصحراء ولا يقد يعطيها ولا يقد يقبضها ما هو الحق عظيم وأهل الدراسة. صحراويين قالوا أنا ما تبدل لا ما تعطى ولا تصدى ولا تصدى ويموتوا دونا يموتوا دونا يموتوا دونا شرفاء وعلاء راح يرسوا ابتداء بجهاد أبائهم